كلتي وناكسن داوري والمالك سوى تشوكتان كسوى دوادا مركلة يو برنامج كبندقة برنامج كان وبرنامج اي نو كفلان غينو هاد بوح يابها وقوة وين كسوى كرة حالة دالك سوماليا قبل هان برنامج كان ما توح اي نو كفلان غينينا سيدي ما تأيود علي كالسوني دي لسيي رئيس الوزراء عصوب حسن علي خيري مركي مدحوينها يساقبا أي برلمان كمان تهرتبين وأي ديستين كالسوين مداسين لسيو هذا لا أرماء سيدة يبعين أيام قيدة هان برنامج كفران غير دونا برنامج كان وحا مرتين وقوعة حلبان حسن علي أمر دنبي وكمرة حلبان لغا عصوب برلمان كفدرال كسوماليا قيبو إنك قاتي همانك إسبدل كدلك وكتلو أدو ما سنة ستو سايونا قدك وكتلو إسبدل كدلك وكتلو إسبدل كدلك داوريال ومركلة إيو برنامج كبندقة أوبيسيس 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 كدب عطسيو نوغي ميد داوريالشا موقال كا تي فيغا سي لوسي هرو مريو كالسن تي في وحي اوريغي دونتا اديغا هيتش دي اما هاي ديفينيشن كدب مركي تلفزيون كو هشيس لغالي هي أدى ورباهنتا وصر رئيسا قارد يروب بي بي سي سي أي أصم يسو تي في أف صوماليا أو نحمر دونا كالسن تي في وحا آنو أقوري دونا فرانكويسيو عصب سي آد مركا وداوتان موقالكا تلفزيكا كالسن هدوا ستلايتك عصب وحا نكو ريغي دونا برتماها بيش ماج أي سوس عطا وحا نقول نقن دونا هوت بايد سدح يتوبان دي ترسبوندر كا هل سدح أفر فريكوينسيغا هل هل لابو إبر إبر MHZ سيمبل رايت كا لابو تدوبو شان إبر إبر MSYB كا أما FEC كا 5/6 هادبا داد كا نغادا ورية قاردة أفريكا إيو صوماليا إيو أستراليا با إيو وحسامينا كومي يلم دونو فريكوينسيغا نعصوب إيان وقورينو HD اما High Definition بلسي وحا اوصامين دورا كليا دادك چوغا يوروب ايو دلالك باريغا دحي هادبا عدي آن اوودي كرين اني فرانكوسيا دا بدشو وحا اي ديب اوصامين كرتا رسيبر كا اي استعمالي سو چنلديسا اي ديب اوصو دجينيسا كدبنا وحا اي كرادينيسا الف بيتكال كا كي سي اي وهشو كالسن تي في هادبا مرول با وحا نكو دادالي دورنا دا ولياشينو اني هلان أذيق واناكسن إيو موقالة قرحون هموغانين كالسن تي في ويسيس 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 مركلة برنامج كينا وحينو قدبل دونا قوابدا برنامج كومان تقبيا هانتو بنغن دونا كالسولي دي برنامج كوكو علي مدى رئيس الوسارة حسن علي خيري هذا جوه يسير وبرنامج كو أها أيانو مركوري كوهر مرينا سيان بالإدين حسوسينو وحي ما تبعي مدحوينها دولادة فدرال كسوماليا محمد عبد الله محمد فرماتشو أيها مانت التغيي حرمت بارلمان كمغايلة مقدشو إساقو وهنية رئيس الوساري إسا خطبت كوبان أيو تشيدي كهور إنتا عن أدك اللو قادين وحونا ويديستي بارلمان كإن أقرادان رئيس الوسارها وصوم مقعابي سدح يلاباتن كي فبراي هدواب المدحوينها هذا الذي سي عن وحكده بيسنو waxaan isaraahay in taariikhdu si gaar ah u xusi doonto go'aanka taariikhiga ahaa ee qaadatay sidii bisha February Abraayo qodobka iyo waxaan ku إن عدك كالسوني دا عيسيان رئيس الوزراء ومقعابي حسن علي خيري
waxa isna halkaas ajendihiisa iyo waxa uu qaban doono iyo barnaamijkiisa hadlayaanada uu akhriyay ra'iisul wasaare khayre warka ugu dambeysana way diistay inay codka siiyaan si uu shaqada u bilaabo sida ugu dhaqsiyaha badan bal aan daawano khayre wixii uu halkaa ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم مدن محمد شيخ عثمان جواري قدوميها قلاها شعبك قدومي حقيننا اللي بعدنا شرف سلاي وهرتي إذا فرديا إذا مدى قرنك بعض الصحافة مرتي شرف دا يا دمان شعب الصومالية مدن عيال يا مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي بعنا ده شرف سلة مدن عيال يا مروين سيد الله سبحانه حتى نادي زتين مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو هي ستة حيل لباتن في فبرايو لبدا كوني تطبيق طبقة هي مقا عابي حل كريز الوزارة جمهورية الفدرالية الصومالية وحانوغي هاي حل كري هاي مداد الروس ونباهم كرتي وفنان إيدا عدنمو شرف وين هي مانتي تحي إن أنا هرتي إن يبالو سيان أتكي نكل سوني ده إدين ويدستو إدين كو قدر يا واجبات كينا دستوري غا اللي بعنا ده شرف ترى مدر يا اللي يمروين أقوتي ده هر وفرشة يمد هر شقاه واحد waxaan ku kasbaday xirfado waayo aragnimo wataay markii inta uu sameeyay kadib waxaa dhacay odayn gacanta kor loo qaaday oo markaa uu weydiistay guddoomiyaha baarlamaanka in codka la qaado 231 xildhibaan ayaa timid maanta codkii ayaa la qabtay kadibna natiijadii waxaa ku dhawaaqay jawaare isagoo sheegay in dhammaan xildhibaanadu ay u codeeyeen waan ogolnahay halka aanay jirin cid diiday iyo cid ka aamustay bal aan daawano jawaare oo natiijada ku dhawaaqaya iyo weliba sida loo baariyay isla markiiba ra'iisul wasaare khayre iyadoo jawaarena uu sheegay in maanta laga bilaabo uu khayre yahay ra'iisul wasaaraha soomaaliya حلقنا سيدا ودق سيها بدن او كلاو ريجي دونا حفيسكا رئيس الوساري هوري عمر عبد الرشيد علي شرمارك وحانا الله قبتي سيدا المالمود انو كسوا بسيدا ولدا ولا بشان اي نكوشر نمارس سيدا كيدا وحانا او شايدا جواري هدي كهر او سوا سمايانا وابدو سي في عانتها بل عن داوانا نتيجة دي ودا واقعي دارنتي waataay daawadayaal dhammaan arrimahaasi waxay ahaayeen kuwii ka dhacay baarlamaanka ilaa dhaartii ugu dambeysay kadibna waxaa bilowday ishambaliyeen iyadoo ra'iisul wasaaruhu hadalkoodan uu hambaliyaha u jeediyey iyo isagoo u mahadceliyey xildhibaanada halka madaxweynuhuna uu arrinta isna mid la mida sameeyey
كدبنا كلان كي بارلمان كي يالوغو كالتغي هدبا داوريال قد كان مغالبا مقدشو وحا ستو سوغو ترى ومقدشو كسوغن حلبان حسن علي عمر بمبه وكمدا حلبان مدا بارلمان كفدرال كصوماليا كنمد أها حلبان مدي مانتا لو بقول يكوبي وصبن كحلبان عدك سيوي حسن علي خيري واتهي حلبان حسن من مغلسة سفيان أقول معك دغادر واتهي حلبان حي غير انت سيدة أي مانتا وحب عين يجوغ سيدي أها مركي آتكتين حرمت بارلمانك وريو نظارة أليقي تيم كاذي كالسان بردمانتين وما حسنتين سيناد آد فكر كيغينا ميشانا كجيدي آد إيو براتي رنتي مانت واحي أحد مالين تاريخي آه واحي أحد مالين رنتي سومالي دي إيو حلوان دي قليل شعبك برامجة أوة دينيين ودعاي وحا صوحة لارتي سبعة الشيك تاي لابو قصد لنكو قلان شعبك آيا صوحة لارتي اسلام الكاسنا ميشا وحاقا دعاي وبرامجة داك الشيكيني سيو آها ينو مدحوين ها جمهورية دا فضلالك صوماليا مها عبدالله فرماجو ويمالو وحينا هيد كالفرقي كواد مدحوين ها قلان شعبك وقفوري وحينا هيد كالفرقي كواد ومدحوين فرماجو إلهي سبحانه وتعالى وسورة قليل وفرو وفرو قلع شعبك إسلام مركز أنه قلع شعبك وكأقصدي إن أي أقصيان رئيس وزارة حسن علي خير أو أسيق صومة عاوية تأيب للغاتين السدح بيشاني عن صور دافني فبرايو ما أنتو هي تاريخ كو بشي مارس لابد كنتواني يرتدور أي نقطي إن ونوي ديستو إن أن أبكينا عن سينو رئيس الوزارة علي خير رنتي تي إيد أهن وحان كسميني ووحاد أركيسين رنتي رئيس الوزارة وروحا رئيس الوزارة فرصة دوها لي إنو أبكيس ويديستو إنو أبكا ويديستو قرع الشعب واتاي حلبان حسن ماشا دور قدمة هذا يا بعي أما هذا اللو أي سوتشي ديوين مدحوينها إيو رئيس الوزارة أصب هنتي واد بنيستين كدبنا عدك سيدا سيات كسيسين مركو هوري هذا الكي مدحوينها سيدو يدن لم يغني مركا عن أول ما نوكن رئيس الوزارة مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصوماليا خطبة ديسة وحي هيد إن وأمين سن يحي إن كان يقون يحي يحي ويابا قدرتين وقون تي خبرد أولي يحي يوحو كارو الشيغي إن أي وضشاقين كران ما داما دوليه لصور عافي غري وجير جرين إحالة دولة يحي ديسة قبسي يدبعت بداني كتاقنين جرتي مارك أسيغ وحو عدي أما يشيغ بلشيغن وشيغي مالانتو وأسيغ صور مغا عاوي حتى وشيغي وحي يحي إن وحيابا قدرتي أي تهي إن وضشاقين كران أنت أسكدب رئيس الوزراء صوت عن أنه قولين شعبك قدرتك صوحة علينا الوانا دي صوحة علينا يا عيان لو بغل سودانيو كو إسلا لو بغل سوداني كو دي أي عدك أول سيان وحي تدمد كدب مركو خطبوين رنتي ميلة بدان تابر عيو جيري تعصو خطبوين كيسين أي قبض ناين إن حكومة دا إيو تالالا دالكا سيد دستوريا ولا تشنعي قرع شعبك إن قرع شعبك هو خور إمان عيو شغل قابك أو سعط إيو كلا تشنعيو أرمها سيكمي ده عيان أرمو حاكمي ده هيد إن دواتوين كهد تهيغان ووحك قوان عيو لنا أمنيك هنقطو لنا إيشاك دواتوين كتهيغان وعبارا هنقطو مركا أجندوين كواسيقو واتي مركا ندقيسيني وحانو عرقني إن عدك أغليبية دلسيو كذبنا إيشك لغدرسو وقتاي حلبان حسن علي أمر دنبي وحشرار وقير يوي رئيس الوزارة وحلبان مدو أي كشرين مجرتي إن أدك لسيو إيو إن كلا سيدي مركو رح حلبان مدو أي سمين جرين مثل ما أنتوا يسوتي معدين وابي ستين كذبنا قرشيه سا إيو أجنديه سا يتقوقا عدين رئيس الوزارة أبو ما سنتاي ورينا دارا
وسؤال وناكسن رئيس الوزراء مركي لما قاعد كدب وحو سميه إن ولقلمه أجندها ومانت برلمان كورت كيني ملا ملا إنو ويديستو ويراهدو ولقلمه براسل إيكاليهين ولقلمه أنه وان عزومي وأوتقني سلام وكلا عدكي إنا سينا إنو ويديستي وحيابها ومركاسي ميشو كشيغين ومدى مانت وشيغي ملا ملا إيهد كدب وحانو أرقني مادام ودنك إن بدن دور شوينك وقت بدن إسوقاتين doorashadan loo baahnaa inay dhacdo sanadka tagay bishii 8-aad waqtiyo badan oo gaaba meesha ka soo baxay doorashada ka dibna ninka la keenay maadaama madaxweynaha uu sheegayo inay wada shaqeyn karaan anaga waxaan u aragnay inaan codka siino dhanka kalena markii hore oo kulanka nala sameeyay markaan daraasad ku sameeyay waxaan u aragnay in uu yahay nin dhalinyaro ah firfircoon in uu yahay aqoonyahan in uu la soo shaqeeyay international community-da dhinacyo badan kala soo shaqeeyay wuxuu noo sheegay inuu la soo shaqeeyay maamul goboleedada madaxdoodii iyo sida ay yihiin waxa kale oo meeshii jirtay in uusan ahayn qof maanta dibadda ka yimid siyaasadda iyo nidaamka hadda Soomaaliya ka jiro nin aan ka warqabin ma aha wuxuu noo sheegay inuu hoggaal ka yahay dawladdii hadda waqtiga la dhamaaday iyo maamul goboleedada dhamaantooda ay wada shaqeyn soo dhaxmartay marka waxaan u arki karnaa aqoobaha iyo dhibaatooyinka maanta dalka Soomaaliya ay ka jirto inuu wax ka bedeli karo sidaa darteed waxaan u aragnay inaan aan siino cod buuxa runtii wuxuu ka mid noqday ra'iisul wasaaraha Soomaara inta aan ogahay baarlamaan la horkeena ay noqoto baarlamaankii golihii shacabka laga dhaxwaayo qof ka aamusa ama qof diida intaba 201 ayaa soo xaadirtay 201-dana codkii way wada siiyeen taas waxay muujinaysaa in uu cod aqlabiyada uu ka haysto golaha shacabka runtii waxaan ka filaynaa ama aan rajaynaynaa in uu noqdo ra'iisul wasaare ku shaqeeya sida uu sheegay sinnaanta cadaaladda si hufnaan leh in xukuumad runtii la wada dhan yahay inuu soo dhisi doono ayaan ka rajaynaynaa waatay arinta muhiimka meesha dadku ay aad u qosleen waad fadhiday kulay annaguna waxaan ka daawanaynay TV-yada iyadoo tayari uu leeyahay ashaan isugu imaanayna caawa waa in madaxweynaha farmaajo uu ku sameeyo cashada farmaajo waa wax la cuno oo af talyaani ayuu yiri si dadku u bartaan adigu marka ma sugeysaa cashadaas oo ma ka qaybgelaysaa runtii codsiga madaxweynaha in badan baa soo dhaweynayna waa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ay runtii waa madaxweyne naftirkiisa ay shacbiyad oo runtii aad u tiro badan haysta waan ka qayb galaynaa dabcan madaxweynihii cusumada uu noo sameeyey waan ka qayb galaynaa midda kale oo la yidhaahdo farmaajo soomaalida anoo ka faa'iidaysanayo soomaalida wax badan bay un bixisay marka farmaajada siyaabo badan loo kala turjumay sida maanta afhayeenka golaha shacabka mudane jawaari uu sheegay marka waa dad qaar wax farxad ay ku tilmaameen farmaajo madaxweynaha sida loo doortay wax waaye dadka meelooyin badan ay u fasireen oo dhanka wanaaga marka anaga waxaan ka rajaynaynaa dowladda inay noqoto sida uu kala wajiyay dowlad shacabku uu leeyahay shacabku u adeegta runtii inay noqotaan rajaynaynaa aad iyo aad waa tahay arinta kale aan ku weydiinaya waxaa noo sheegtay xildhibaan xasan in xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha soomaaliya intii aanu baarlamaanka imaan xildhibaanadii gooni gooni uu ula kulmay aad ka mid ahayd waqtiga uu ku soo dhisi karo haddii codka la siiyo inta maalmood ay golaha iyo siixrada ku qaadanayaan ma idiin sheegay maya ma sheegin laakiin waxaan filaynaa in waqtiga loo qabtay kahor inuu soo dhisi doono ayaan ka filaynaa waayo wadanka waa kalguur ayuu galay dowladda inay shaqeyso shacabkii waa kala xiran yahay dhibaatooyin badanaa taagan marka si taas ii sheeg loogu badbaado waxaan rajaynayaa inuu soo dhiso muddo 2 usbuuc ka badan ama 2 usbuuc meelahaas inuu kusoo dhisan ka rajaynaynaa insha allah waata xasan waa mahadsan tahay bal qadka noogu sii jir waa isku soo noqonaynaa
داوري البرنامج كيلا مانتا ديدا هانتي وحينو كوئينا كالسونيدا اللسيي رئيس الوزاري حسن علي خيري بارلمان كصوماليا وكالي يلو قد كان اوتوس انو بيكشلو حبيبان كترسل بارلمان كفدرال كصوماليا حسن علي امر دنبي او اسابو كمدا حبيبان نبي مانتا اوتكو رسيي ان رئيس الوزاري شقالي سيسي وطوو شقاليو واسكو سوى نغانا ما وحينو سوى قارنا قدرادي بحتالكا كدبنا حلبانكا ايانا اصول اغن دونا سينا برنامج كالكي سوى سيغنو بشارو كسو لوادا شركة دا اي تي اس برو كمبانيغان وحا لوغو تلقالي اني كفا ايديستان داتكا كودا غان ودن كان انجريز كا غارهان مغالا دا لندن كمبانيغان وحا او شقايا افر الا باتن ساعة الدبادة مال مود waxyaabaha uu qabto waxa kamid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay cilad ku timaado waxa sidoo kale uu ku sameynaya website hadii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxa kamid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idin sameynayo waxa kamid ah meel kasto oo aad joogto magaalada London hadii kombiyuutarkaagu cilad ku timaado waxay awood u leeyihiin inay ka soo qaadaan oo ay ku soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba hadaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdullah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaan nagu qasbay inaan isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wadnaga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha allah haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan Level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Fisda Training Solution waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii bandhigga oo aanu maanta ku falanqaynayno codkii kalsoonida ahaa ee baarlamaanka Soomaaliya ICN
رئيس الوزراء عصب الدولات الفدرالية كمدير حسن علي خيري برامجك وحامرتي موضوع حلبان حسن علي أمر دنبي وكمدير حلبان مدى بارلمان كفدرال كصوماليا وكسوغا مدارة مقدشو كنمد أها حلبان مدى مانتا أتكو رسيي رئيس الوزراء حسن علي خيري واتا حلبان مركلا داكو بسوى لابتو adiga iyo group kale oo ku jira baarlamaanka waxa lagu tilmaamaa xildhibaano dhalinyaro inay tihiin oo aad wax badan oo baarlamaanada hore lagu kasi jiray ama lagu yaqaanay aad wax ka bedesheen waxa kamid ah isbeddelka hadda dhacay doorashada farmaajo intaas marka tiim ahaan miyaad isugu xirin tihiin oo waxaad ku ballanteen miyaad jira ragina dhalinyarada ee baarlamaanka ku jira mise waa wax uun iska imaaday aya goma santahay ee mudana nagara ee sadaxa sheegtay ee labanada golaha shacabka ama labada gole sanadkan waxa u badan dad ee daayira oo dhalinyara ayaa u badan oo isugu jira gabdho iyo wiilal ee runtii isbeddel badan oo adag ayay sameeyeen sadaxda ay muuqato ee dhalinyarada si way isugu xiran yihiin dadku waa isu wareystaan xaaladoodii iyo siyaasadda meeshay maraysay iyo waddanka baahidiisa waxaan aaminsanahay dhalinyarada sanadkan ee kusoo birtay labada gole waa dhalinyaro wax fahansan oo wax soo akhristay oo runtii dalkaani iyo siyaasadda sababaha ay ugu soo biireen ay tahay inay ummaddaani ay wax ka bedelaan taasaa u qaadan karnaa wadatashiyo xiriirka kale ayay leeyihiin oo caadiga marka laga reebo waxay u arkeen in waqtigaani ay tahay in loo baahan yahay in la badbaadiyo dalka islamidaasina waxay ilaahay kusoo ay suurtageliyeen inay maanta doortaan madaxweyne ee ummadda soomaaliyeed ay jeceshahay runti ayna soo dhaweysay meel kastoo maanta dunida ay kaga joogaan sidoo kale maanta waxay sameeyeen waa arrin taariikhi ah oo runtii horey aan laga baranin baarlamaankii hore uu jiri jiray golihii shacabkii wixii aan loo baran aan laga baranin mid lamid mid kasii daran ayuu isheeg adiga maanta ay suurtageliyeen runtii isbeddel ayagiya isbeddel ku yimid saad malaynayno waayadii hore dad waxa iska joogu jiray iska caadiya waxay ku yimaadeen isbeddel runtii isbeddelkana way ka shaqeeyeen haddana waxaan rajaynaynaa in dalkaani iyo ummadaani aan ka dhalannay in ay meel wanaagsan waa tahay xildhibaan xasan su-aal kale hadaa ku weydiiyo maanta xildhibaanadii codka u qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre ma aqalka baarlamaanka keliya ayuu ahaa mise aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka oo hoose oo la isku daray ayay ahaayeen constitutionka ama dastuurka dowladda federaalka xukumeelgaarka ayaa wuxuu dhigayaa in xilliga ansixinta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaa xaqule ama waxaa ii sheeg oo ansixiya golaha shacabka marka maanta waxaa ansixiya waa golaha shacabka keliya marka aqalka sare maanta kama soo qaybgelin kama soo qaybgelin waa tahay arrinta kale aan ku weydiinayaa oo muhiimka waxay tahay dhowaan madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdega soomaaliya abaaro xun inay ka jiraan macluulna qarka loo saaran yahay marka xildhibaanadiinnu arrinta saameyn intee le-eg ayay idinku leedahay maxaa tallaabaa oo aad qaadi kartaan baad isleedihiin miis waraysateen nin walba deegaan buu ka yimid laga soo doortay maxaa arrintaan nooga sheegi kartaa aad ba umahadsan tahay fadlan manawara waddanka guud ahaan abaaro weyn iyo dhibaato ayaa ka taagan xaqiiqdii in madaxweynaha mowqifkiisa ama go-aanada badana uu qaato oo ah inuu kaga hadlo abaaraha iyo dadka danyarta ah iyo runtii waa waxyaabaha maanta na dhiirigelinay waa in ii sheeg adiga aan cod aqlabiyada aan u siinay ra-iisul wasaaraha sidii uu keenay runtii gaar ahaan sidaad ka dhawaajisay xildhibaanada waxaa laga soo doortay deegaan doorasho ayaa laga soo doortay annaga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii laga soo doortay
كفر قلبي الصومالية كنت كفر قلبي نديبات يوم بدأ أيك تاعن ودينا عبنيجا وحكة تاعن دينا يشجع ديجا وارتا أيك تاعن وحكة تاعن نوقف في السنة دينا شو بيوضوا حليلا أيجرو ديجان إذا سيرنتي حدك قرحي وحكله أجر وليبه خاصة شو بيوت كسرت أنا كده واجي دكانه ورنتي سحنو في ودباتو يوم بدل كسمه ما نعلس وحشري قولي شعبك ملابدي قولي أو كلاس ودورته يكون خرج البيت أيقو أو كهله ين دباتو دميش تاعن هي حالة هذي قابل وجه لها وحه إيشك ما مكو كفر البيت صدق كله ومسي قديو أو قديو ليرادو إيشك أبارها walaa gurmaday dhaqaale badan ayaa jiray oo ishagade loo aruuriyay waxa jiray ishag xalbanadii dadkii musharaxiinta madaxweynaha ahaa oo kale lacag ay aruuriyeen oo abaaras ay ugu tirgeleen ayaa jiray marka hadda waxa maqlaay inay jiraan wadamada UK oo kale in dhaqaale ku deeqday 120 million ah sida oo kale Saudi Arabia marka waxa rajaynaynaa ama uu fariinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in oo hadalladay iyo dadaalku uu sameeyay inuu dadaal kale ku sii daro waxa kale oo aan jeclahay inaan ugu faa'iideysto meeshaani in arimahaasi oo deeqaha ah oo runtii lagu deeqo in la wada gaarsiiyo dhammaan Soomaalida meesha dhibaatada ay ka taagan tahay in la gaarsiiyo gaar ahaan deegaanada dhibaatada ka taagan in gurmad degdeg ah in loo fidiyo midaasna madaxweynaha waan qabsanaynaa أنت على ماذا تقول؟ لا تعلم أنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل على الأمر 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 الذي يحصل على waxaa jira 15 gudi ee golaha shacabka ayaa jira gudiidi waxa la sameeyay waraaqahooda xilbanaanada golaha shacabka waa loo gudbiyay waa labada buuxiyay marka shaqooyinka badan oo hadda noo xigo oo koow anaga aan ka fadhigeyno oo maanta ka bilaabday waxay noqon karaan in gudiidi la dhiso gudiidi sida ay yihiin oo baarlamaanka uu ku koobnaa 15 xubnood ahaa in la dhiso in xukuumadda laga sugaayo ra'iisul wasaaraha حسن علي خيره سيدو كلا عن سحن تيدا يا عقب كا شقوين بدن يا إن كونستيشن كا إيش كذا ديجو كميل كار كا إن إيش كذا ديجا دوبه بين لغو سمي إن ما تبرنا بشرو ما تبدأ حينا هو كهلاي أو فرا بدن يا جرو لغو فديا برا ما كيني وحكة قبطان برا ما كوا يلا كا أو أسيج رنتي لغو فديا وحيد هاي الحساب تنك دولة سيدو كلا إنه كشقيو waxaan filayaa baarlamaankan inuu baarlamaanadii hore runtii soo maray dalka khaasatan waqtigan ku milgaarka ahaa ama tii hadda dhamaatay inta uu ka duwan yahay waayo waxa soo galay dad wax fahansan lixsaabtan ka hadaan afterkeeda fahansan qaabka ruuxu lixsaabtami karaan qualified aqoon u leh waxa iyaga ay looga baahan yahay waxa iyaga u baahan yihiin inay qabtaan marka waxaan filayaa dowladani in ay ka duunaan dowladii hore saddexda ay saadaasheeda ay tahay isaga fiican inaan noqon doono ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu nabad yeelo ayna noqoto dowladani dowlad runtii Soomaalida inteeda ee caalamka ku nool intii dalka ku noolba ay mid ay ku nastaan ay noqoto aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Xasan Cali Amar Dambe oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka mid ahaa xildhibaanadii codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isagoo magaalada Muqdisho ayuuna toos qadka iigu waramayay Xasan waa maasan tahay waa ku salaamaynaa daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaa noo farsameynaya Cabdifataax Shirwac anigoo magaalada ayaan idinla socodsiinayay inta aan barnaamijka lamid a ku kulmayno meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ogeysiis 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 kadib codsiyo nooga yimid daawadayaasha muuqaalka t v-ga si loo sii horumariyo kalsan t v waxay u wareegi doontaa adeega h d ama high definition kadib markii telefishinku heshiis la galay
هي أدى ورباهنتا وصل رئيس قارد يروب بي بي سي سي اي اسما يسو تي في اف صوماليا او نحمر دونا كالسن تي في وحا انو اقوري دونا فرنكويسيو عصب سي اد مركا وداوتان موقالكا تلفزيكا كالسن هدوا ستلايتكا عصب وحا نكوري دونا برتمها بشا ماج اي صوص عطا وحا نقون قن دونا هوت بايت سدحية طبان دي ترسبوندر کا حل سدح افر فرکوینسی کا حل حل لبو ایبر ایبر ام هیچ زیت سیمبل رائت کا لبو تدبو شن ایبر ایبر ام اس وائی بی گا اما ایف ای سی گا فائف اسلاش سکس هدبت دت کا نگد داور یا قارد دا افریقا یا سومالی یا استریلی با یگو وح سامین کمی یلن دونو فرکوینسی کا عصب ایان او گور اینو HD اما High Definition بلسي وحا اوصامين دورا كليا داتك چوغا يوروب ايو دلالك باريغا دحي هادبا عدي آن اوودي كرين اني فرانكوسيا دا بدشو وحا اي ديب اوصامين كرتا رسيفر کا اي استعمالي سو چنلديسا اي ديب اوصو دجنيسا كدبنا وحا اي كرادينيسا الفباتيكال کا كي سي اي اوهشو كالسن تي في هادبا مرول با وحا نكود دالي دورنا دا ولياشي انو اني هلان اديق واناكسن ايو موقالا قرحون هموغانين كالسن تي في بمان دادك سومالي دا ميل كستو اي دوني دا كتشوغان وحالغو ورقلين ايا ان لسو ساري داوين عصريا او ارون حنونا دا كرد عاجير كا غفك بين آدم كا داوين انو حالغو مغا عابا ايرليج بلاسم كريم وداوين لغو فرسمي ودنك كرمل كا بلسي وحا هيا او ايبين ايا خبرو سوماليا او كو تخصصي لنا عداوين كا إلجن بلسم كريم وحي داوة اتهي حنونا دا كرد عمرقها سادها نيرفها إيوه لا لا بياد الله فها إلسان بلش كريم وحا لغو سمييي أما وحا صو ساري جرمالكا وحا مددير إلا شاني طبان كي سانا قودة ما يستكسو شقيني دا قاتير جرمالا يوكوا بريتشا وكلا قيب قاتي نوعانا ونوعي قودة ما يوحسو ساركو دا وحا اي داوة اتهي مرغا حنونكا نيرفياشا سادها لا لا بياد الله فها سيدة جيلبها غارة هان لي عامدة جيلبها markii ay dhamaadaan aad bay u soo celisaa sidoo kale arjowaha la fahmay meelaha iskaga yimaadaan ayadana aad bay u caawdaa oo u soo koriisa mar labaad waxay kala ay u fiican tahay cumaha ama maartay lafaha lagu cagaha lagu soconayo lafta dheer ee laf dhabarta loo yaqaan ama spinal cord ka qaybaheeda kala duwan bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxa loogu tala galay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London kambanigan waxa uu shaqeeyaa 4 ilaa 20 saac toddobaadba maalmood waxyaabaha uu qabto waxa kamid ah inuu ku hagaajiyo computerka ama laptopka marka ay cilad ku timaado waxa sidoo kale uu ku sameeyaa website hadii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameeyo waxa kamid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idin sameynayo waxa kamid ah meel kasto oo aad joogto magaalada London hadii computerkaagu cilad ku timaado waxay awood u leeyihiin inay ka soo qaadaan oo ay ku soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba hadaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdullah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro